طيب هنبدأ دلوقتي نتكلم عن Reliable Data Transfer. يعني ايه؟ يعني انا كلمت شركة الشحن وقلت لها اي حاجة تجيلي لازم توصل لي بالترتيب ومفيش اي حاجة تضيع في النص. يبقى دلوقتي الطريقة ده هي احنا بنتكلم عليها ليه اصلا؟ علشان نضمن وصول الداتا بشكل صحيح. طيب هنمشي ازاي؟ هنمشي عن طريق اللي احنا الاول هنبدأ بطريقة مثالية، تمام؟ دي الطريقة المثالية، مفيش اي بيت ايرورز حصلت، مفيش اي لوس في باكيتس، مفيش اي حاجه. دي الار دي تي 1 البيزك خالص، تمام. طيب امتى بقى هنبدا نطور من الار دي تي؟ هنبدا نطور لما تظهر مشكله. قال لك طب افترض بقى احنا خلاص بقى ده كلام مثالي، يعني كلام مثالي ما فيش ما بيحصلش. افترض بقى ايه؟ افترض ان حصل في بيت ايرورز. يعني ايه حصل في بيت ايرورز؟ يعني افترض مثلا ان الداتا وهي في الطريق كده في صفر اتقلب بدل ما كان صفر بقى واحد، وواحد اتقلب بدل ما كان واحد بقى صفر. قال لا، يبقى مش انا قلت لك ان انا لازم الداتا بتاعتي توصل بشكل صح، مش كده؟ وتوصل كامله. يبقى انت محتاج دلوقتي طريقه علشان تحل الحاجه المشكله اللي ظهرت لك اللي هي ايه؟ البيت ايرورز. طيب فانت قال لك خلاص انا حل عندي بسيط، انا هعمل تشيك سم. ماشي، التشيك سام دي اللي احنا اتكلمنا عنها فوق، اللي بتعمل ديتكت البيت ايرورز عن طريق ان هي بتجمعهم، بعدها بتجيب الايه المكمله بتاعه الجمع بتاعهم، تمام؟ اللي بقى ده التشيك سام، تتاكد ان مفيش ان ما حصلش بيت ايرورز خالص. طيب نفترض ان انا هناك اكتشفت فعلا ان حصل فيه بيت ايرور، تمام؟ يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ يعني انا اقول له لا معلش، انا قلت لشركه الشحن انا اتفقت معاكم ان انكم هتجيبوا لي الحاجه كامله ومش ناقصه ومش غلط، صح؟ فاقول لهم لا انا عايزها تتبعت لي تاني، ماشي؟ فخلاص قالوا لي ماشي. قالوا لي لو الحاجه وصلت لك تمام اعمل اكنولج. يعني ايه اعمل اكنولج؟ يعني قول لنا ان الحاجه وصلت تمام. اكنولج على فكره معناها كده بالانجليزي بتعترف بوصول الحاجه بشكل صحيح، تمام؟ او كانك بتبصم على الكلام ده، تمام؟ طيب يبقى دلوقتي ايه؟ الحاجه لو وصلت لك تمام بشكل كويس هتقول اك، ماشي؟ لو وصلت بشكل مش كويس هتقول ان اك، يعني نيجاتيف اك، ان حاجه وصلت بشكل مثلا كان في ايرور او كده. طيب يبقى طريقه الار دي تي 2 عملت حاجتين، عملت ايرور ديتكشن لو حصل فيه اي مشاكل، وعملت برضو اللي يبقى فيه نوع من الفيدباك اللي انا اقدر اقول لشركه الشحن او اقدر اقول للبروتوكول، يعني اللي انا ايه لا انا عندي مشكله انا عايزك تبعت الحاجه تاني. طيب ده كان الار دي تي 2. بس قال لك ان الار دي تي 2 هذا فيتو فلو، يعني في مشكله سيئه قوي في الار دي تي 2. قلت له ايه؟ قال لي طب افترض ان الاك او الان اك نفسها كان فيها مشكله. حد فاهم الفكره؟ يعني وانا مش الشركه بعتت لي حاجه غلط، صح؟ او بعتت في حاجه فيها ايرور، فهم قالوا لي ايه؟ قالوا لي ان الحاجه كانت تمام ابعت اوكي اللي هي اكنولدج، لو الحاجه ما كانتش تمام اعمل ان اك. طب افترض اصلا انا بعت لهم مثلا ان اك، قلت لهم ان الحاجه وصلت فيها ايرور، افترض الان اك دي اصلا ما وصلتش ليهم، حد متخيل بقى الفكره؟ يعني الفيدباك بتاعي ايه؟ حصل فيه مشكله، فدي كانت مشكله في الار دي تي 2. يبقى انا كده طالما انا عرفت دي يبقى متوقع ان الفيرجنز الجايه هتيجي ايه؟ هتيجي تحلها، تمام؟ طيب وبعدين نفترض دلوقتي برضو ان حصل فيه دوبليكتس، في حاجه اتكررت، بدل ما تتبعت مره اتبعتت مرتين. طب هي ليه اصلا حاجه تتبعت مرتين؟ انا هقول لك، مش احنا قلنا اتفقنا ان الار دي تي 2 فيها مشكله ان الاك او الان اك يتبع ما يتبعتوش اصلا؟ طيب الشركه قالت لي ان انا لو انا ما لقيتش منك فيدباك يبقى انا هعمل ايه؟ هبعتها تاني. طب انا دلوقتي لو اتبعتت لي تاني يبقى انا كده حاجه اتبعتت لي مرتين، صح؟ يبقى لازم دلوقتي نحل المشكله بتاعت ايه؟ بتاعت ان الان اك او الان اك يبقى فيهم مشكله هم نفسهم اللي هو الفيدباك، يعني او اللي هو اللي انا اتعامل مع الدوبليكتس. فقال لك انت هتحل المشكله ده هي بطريقه اللي انت تعمل ايه؟ اللي انت تضيف حاجه اسمها سيكونس نمبر. يعني ايه سيكونس نمبر؟ بص، مش احنا كنا اتفقنا الداتا اللي بتتبعت احنا بنقسمها على او على هيئه سيجمنتس، صح؟ السيجمنتس دي عباره مثلا انا بقول لك ان السيجمنت الاولى بدأ من اول واحد لغايه 500، يعني فيها مثلا 500 بايت من الداتا، تمام؟ السيجمنت الثاني فيها من 500 واحد ل 1000 مثلا. يبقى حد فاهم الفكره؟ انا بقول ان السيجمنت القطعه الاولى
فيها ايه 500 بايت، القطعه الثانيه فيها 1000 بايت وبدأ مثلا من البايت 501. ماشي، السيكونس نمبر بيقول لي اول بايت في السيجمنت. طب هو لما يقول لي اول بايت في السيجمنت فايدتها ايه؟ انا اقول لك فايدتها ايه. ما هو انا مثلا لو انا ببعت سيجمنت دلوقتي اتفقنا اللي هو ايه من 1 ل 500، تمام، وضفت حاجه اسمها سيكونس نمبر. السيكونس نمبر ده بيقول لي اول رقم ايه اللي هو 1. نفترض ان حاجه وصلت لي دوبليكت، يبقى انا كده هعرف ان دي وصلت لي مرتين، صح ولا لا؟ يبقى هعرف ان انا وصل لي مثلا باكج السيجمنت بتاعتها بتبدا من 1، وبعدها وصل لي باكج برضو السيجمنت بتاعتها تبدا من 1. عرفت منين ان هي بتبدا من 1؟ من السيكونس نمبر. يبقى السيكونس نمبر هو اللي هيحل لي مشكله الايه، الدوبليكتس. تمام، ليه؟ علشان هو كانه بيقول لي ايه، السيجمنتس اللي انا بعتها لك دهيت بادئه من 1 مثلا او بادئه من 2، فلو وصلت لك حاجه فيها سيكونس نمبر، يعني لو وصلت لك 2 سيجمنتس والاثنين مثلا سيكونس نمبر بتاعهم 2، معنى كده خلي بالك ده انت بتتعامل كده مع دوبليكت. تمام، طيب عايزين برضو نحل مشكله الدوبليكت. طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل طريقه اسمها ستوب اند ويت. يعني السندر بدل ما يبعت الحاجه مثلا مرتين، عشان هو لسه مثلا انا لسه ما اديتهوش الفيدباك اتاخر شويه، تمام، فبدل ما يبعت الحاجه مرتين هيعمل ايه؟ هيبعت ويستنى. ماشي، يبقى بعد ما بيبعت ايه، ستوب، بيقف، ويت يعني يستنى شويه. ماشي، يبقى دلوقتي عرفنا ان المشاكل علشان نحلها هنعمل ايه، عايزين نحل الاول مشكله الاك والانك، ولسه هنشوف ازاي، وعايزين نتعامل مع الدوبليكيتس. اتفقنا نتعامل مع الدوبليكيتس ازاي؟ عن طريق السيكونس نمبر. واتفقنا ان احنا علشان برضو طريقه من الحاجات اللي احنا ممكن نتعامل معاها الاك والانك اللي هو ستوب اند ويت. ما تستعجلش قوي ان انت تبعت السيجمنت اللي بعدها، لا، ابعت لي سيجمنت وتاكد الاول، استنى، اقف واستنى، اتاكد ان انا ايه اللي هي فعلا وصلت لي. ماشي، طيب الار دي تي 2.1 عملنا ايه؟ ضفنا السيكونس نمبر زي ما اتفقنا، وعملنا ايه تاني؟ في حاجه هنا ناقصه ولا هي لسه تيجي؟ السلايس دي مختلفه شويه عن اللي عندي. طب دقيقه واحده كده. او تمام، انا كنت بس عديت صفحه بالغلط. المهم، يبقى احنا دلوقتي اتفقنا عرفنا المشاكل اللي واجهتها الار دي تي 2 وبدانا نحلها في الار دي تي 2.1 اللي احنا ضفنا سيكونس نمبر، واللي احنا الريسيفر محتاج يقول لي must check if received packet is duplicate. يبدا يشوف باستخدام السيكونس نمبر زي ما انا قلت من شويه، باستخدام السيكونس نمبر يبدا يشوف هل الحاجه اللي اتبعتت دي دوبليكيت ولا لا. هيعرف منين ان هي دوبليكيت؟ عن طريق او من خلال السيكونس نمبر. هيلاقي مثلا اتنين سيجمنتس ليهم نفس السيكونس نمبر، لا، يبقى اكيد في مشكله، صح ولا لا؟ طيب الحاجه الثانيه اللي هم حاسوا ان هي ملهاش لازمه، قال لك هو انا ليه اصلا احط حاجه ان اك؟ مش هو كفايه اك وخلاص؟ يعني كفايه يا انا اكنولج على الحاجه اللي انا اللي هي وصلت لي او اللي هي وصلت صح، يا اما لا. لو لا يبقى هم يعرفوا ان هي ان اك. ليه؟ ما هو بدل ما كل شويه افضل ابعت ان اك، ما ده هو برده بيستهلك، يعني ايه يعني، هو بيستهلك برده ريسورسز، يعني صح ولا لا؟ وبالتالي هو هيعتمد بس عن، يعني هو وصل في الار دي 2.2 شال فكره الان اك اللي هي النيجاتيف اك، ساب بس الايه، الاكنولج. ماشي، هي نفس الفانكشناليتي، هي نفس كل حاجه، ولكن هو بس ما حبش فكره الان اك. هو قال يا اما في اكنولج يا اما لا. تمام، ماشي، ار دي تي 3. دلوقتي احنا ما عملناش حساب حاجه، احنا ما عملناش حساب اصلا ان الشانل دهيت ممكن تعمل لوز للباكتس، يعني ممكن باكت اصلا تضيع تماما، باكت وهي رايحه تضيع ما توصلش، صح ولا لا؟ طيب يعني احنا كنا اللي فات دوت احنا كنا بنتناقش ايه؟ بنتناقش لو حصل فيه ايرور، واتفقنا لو حصل فيه ايرور ولو حصل دوبليكت. لو حصل فيه ايرور هنعمل ايه؟ باستخدام التشيك سم، لو بالدوبليكت هيبقى بالسيكونس نمبر. فقال لك ان هو الار دي تي 2.2 والار دي تي 2.1 قبل الار دي تي 3 اصلا، كل اللي احنا كنا بنحله اللي هو فكره الدوبليكت، ودي حليناها عن طريق السيكونس نمبر، وحته الايه، الجزء اللي هو لو في بيت ايرورز، واتفقنا ان ده هنحله بالايه، بالتشيك سم. ولكن احنا ما عملناش حسابنا اصلا ان الباكتس اللي احنا نبعتها تضيع في الطريق، صح ولا لا؟ اللي هي اصلا ما توصلش. فانا اصلا
هعمل acknowledge على ايه؟ انا ما وصلت ليش حاجة اعمل عليها acknowledge. الريسيفر ما يعرفش ان في حاجة اتبعتت، وبالتالي مش هيعمل اصلا ايه acknowledge. يعني هو كان هناك كان بيعمل acknowledge لو الباكت، لو الباكت وصلت ايه تمام. طب نفترض ان الباكت اصلا ما جاتلكش، صح ولا لا؟ فهي دي بقى هما عايزين يبدأوا يحلوا الموضوع. فقال لك خلاص ان السندر هيستنى a reasonable amount of time، يعني هيستنى وقت كويس لغاية لما يبعت اك. ماشي. طيب هيبعت الاك تاني retransmit if no اك received in this time. يعني هو قصده ايه من هنا برضو البتاع؟ احيانا الصراحة السلايد دي يا جماعة بتبقى بتلخبط اكتر يعني. طيب خلاص يبقى معلش، هي بس كان في حتة ما كانتش واضحة بالنسبة لي قوي، بس انا رجعت للنوتس وكده. المهم يعني انا اصلا بحط نوتس كده لكل سلايد. ده انا طريقة كنت قلتها يعني، ان هي طريقة كويسة انك لما تسمع الشرح تكتب نوتس، عشان لما وانت بتقرأ حاجة مش فاهمها ممكن ترجع للنوتس اللي انت كنت تكتبها وكده. طبعا النوتس ممكن تبقى بالعربي، والافضل كمان اللي هي تبقى بالعربي. المهم عشان بس ما نبعدش كتير عن موضوعنا، احنا دلوقتي بنتكلم على الار دي تي 3. اتفقنا اللي هو احنا عايزين دلوقتي نحل مشكله ايه، اللي انا بعت باكتس وان الباكتس ضاعت اصلا في الطريق ما وصلتش للايه للريسيفر. فقال لك خلاص انا هعمل حاجه كويسه، انا هستنى وقت كويس لغايه لما يجي لي اك من مين، من الريسيفر. لو الاك ما جاليش في الوقت ده، هو في الوقت التايمر اللي انا حددته يعني، تمام، فخلاص هبعتها تاني، هعمل ري ترانسميشن. ونفترض ان الاك اتأخر مثلا، او ان هي بالفعل كانت وصلت، يعني ان الباكت اللي انا افتكرتها ان السندر افتكرها اللي هي ضاعت طلعت وصلت فعلا، قمت انا قمت بعتها تاني، ما كنتش عارف بقى هعمل ايه. ما احنا خلاص احنا مش احنا كده كده اصلا الموضوع ده هو هيتحل بسبب السيكونس نمبر، صح؟ يعني مثلا لو الريسيفر لقى ان في حاجتين السيكونس نمبر بتاعهم واحد، هيعمل ايه؟ هيتجاهل التانية. بس الموضوع بسيط مش كده؟ فاحنا طبعا هنا هي هنستخدم الكاونت داون تايمر. يعني السندر هيبقى عنده تايمر يشوف لو الاك ما وصلتلهوش في وقت محدد هو بيحدده يعني، فهو ايه هيبعت الباكت تاني. لو بافتراض ان هو بعت باكت مرتين والمرتين وصلوا، هيعمل ايه الريسيفر؟ هيلاقي ان الاتنين سيكونس نمبر بتاعهم واحد، هيقوم ايه هيتجاهل ايه واحده منهم. طيب وده هو نفس الكلام بتاع الايه الشرح اهو. هو ده حصل مثلا لوس، فهو حصل لوس هيستنى وقت معين بالتايمر اللي هو محدده، بعدين ايه هيبعت تاني. بس ده في حاله الايه الباكت لوس. طبعا في حاله النو لوس دي حاله مثاليه عادي، ما فيش حاجه تتشرح، بعت باكت بعت اكنولج بعت باكت بعت اكنولج وهكذا. اما هنا لا، هنا بعت باكت راحت ضاعت ماشي، وبالتالي هيحسب وقت معين وبعدين هيبعت الباكت تاني. طيب نفترض بقى ايه ان هو الحاجه الباكت وصل، ولكن الاكنولجمنت هو اللي ايه، يعني الحاجه وصلت الباكت وصل عند مين، عند الريسيفر، ولكن الاكنولجمنت ايه ما وصلش للمين، للسندر. فهو هيستنى وقت تمام وبعدين هيبعت الباكت تاني. طب حد هيقول لي دلوقتي طب ما هي كده بقت ايه، بقت مكرره، بقت دوبليكت. فقال لك خلاص الفكره كلها ان احنا هنتجاهل الايه الحاجه المكرره، وهبعت acknowledgement تاني اك واحد ماشي، والدنيا هتعدي عاديا. قالك برضو ممكن يحصل فيه مشكلة تانية، اللي هو يبقى فيه premature mature صح. المهم يعني بلاش نبعد، time out يعني ما يعني ايه بدري شوية، اللي انا مدتش وقت كافي للتايمر ماشي، التايمر ما استناش وقت كافي للاك يوصل له، فالاك اصلا كان هيوصل ولكن الاك ايه وصل متأخر ماشي. فعلشان كده بقى اتفقنا ان احنا لازم نظبط حتة الايه الستوب اند ويت. لو انت عملت الستوب اند ويت بالكلوك بشكل صحيح، فخلاص الدنيا هتبقى عندك تظبط يعني. اما طبعا هنا الحالة دي بقى وصلت لحالة من العك يعني. فبنتكلم في ايه بقى دلوقتي؟ يبقى خلاص احنا عرفنا ان انا عندي ستوب اند ويت اوبريشن، اللي هو هيبعت وهيستنى وقت كافي على ما يبعت المرة التانية. البرفورمانس بتاع الار دي تي 3، يعني عايز اعرف لما انا ببعت بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها دي، هل الطريقه دي كويسه ولا لا؟ طبعا دي نوع من المسائل، وبرده هسيبها ان شاء الله في فيديو لوحدها هي مع كل المسائل التانية. المهم هو جه يحسب اليوتيلايزيشن بتاعها على اللي هي ايه، بتاخد وقت كتير، يعني هي بتاخد ريسورسز كتير جدا المره الواحده. يعني لو انا مثلا ببعت باكتس، افترض ان انا بعت 1000 مثلا،
فكده هياخد ريسورسز كتير. ليه؟ ما اصل كل ده انا ببعت واحده بواحده. قال لك لا، انا لازم اشوف حل تاني. ايه هو الحل التاني؟ اللي انا ابعت عن طريق حاجه اسمها بايب لاين بروتوكول. بدل ما ابعت سيجمنت واحد، ببعت اكتر من سيجمنت، 3 4 5 مثلا مع بعض دفعه واحده. حد هيقول لي طب استنى بقى، يبقى احنا دلوقتي محتاجين نعرف الطريقه اللي الريسيفر هيتعامل معاها مع بالايه، مع كل السيجمنتس اللي وصل له ده. يعني هل مثلا الريسيفر لما السندر يبعت له خمسه كده مره واحده، هل هيستقبل الخمسه وبعدين يبعت اكنولجمنت، ولا هيبعت اكنولجمنت لكل واحده، ولا ايه هي الطريقه بالظبط؟ دي اللي احنا هنعرفها ان شاء الله في الفيديو الجاي، اللي هو بالطريقتين. عندي تو الجوريزم بتشرح الموضوع ده، الجوريزم اللي هي جو باك ان، والواحده التانية اللي هي الالجوريزم الثانيه اللي هي السلكتيف ريبيت. ان شاء الله هنشوفهم دلوقتي. وقال لك طبعا هنا بقى بيثبت لك ان ايه، ان اللي انت لو استخدمت عدد اللي هو عدد كبير من السيجمنتس في نفس الوقت، اللي هو ثلاثة مثلا بدل ما واحدة، يعني بدل ما سيجمنت واحدة، يعني انت بتحسن كده الاوتيلايزيشن كتير. وطبعا ده هنشوفه برضو في المسائل، وان شاء الله هشرحها تاني، بس انا بس دلوقتي يعني حابب ان انا اسيب المسائل في الاخر يعني. طيب فهنشوف بقى دلوقتي الالجوريزم الايه اللي بتحدد او بتقول ازاي هنستخدم او ازاي هنتعامل مع ايه، مجموعة السيجمنتس اللي بنجمعها.